الإرهاب الإيكولوجي، إحراق وقتل وتدمير، عصيان مدني، تخريب متعمد. الإرهاب البيئي أعمال عنف ترتكب لأسباب إيكولوجية سياسية أو لحماية البيئة ضد الأشخاص أو الممتلكات. يعد الإرهاب الإيكولوجي مصطلحاً مثيراً للجدل، وهو شكل من أشكال الفكر البيئي الراديكالي الذي نشأ من نفس المدرسة الفكرية التي أحدثت علم البيئة المتقدم والنسوية البيئية وعلم البيئة الاجتماعية ونظام المنطقة الإحيائية. الإرهابيون الإيكولوجيون أناس يقاتلون للحفاظ على بيئتهم، وبالتالي يحافظون على وجودهم، إذ تعتبر الأقليات العرقية القبلية مثل الهواراني، وهم السكان الأصليون من الهنود الأمريكيين من منطقة الأمازون، أحد الأمثلة على إرهابي البيئة. يعرفه مكتب تحقيقات الولايات المتحدة الأمريكية الفيدرالي بأنه استخدام أو التهديد باستخدام العنف ذي الطبيعة الإجرامية ضد الضحايا الأبرياء أو الممتلكات من قبل مجموعة ذات توجه بيئي. أدان مكتب التحقيقات الفيدرالي الإرهابيين الإيكولوجيين بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي مقابل الأضرار التي لحقت بالممتلكات بين عامي 2003 و2008، واستحدثت غالبية الولايات الأمريكية قوانيناً تهدف لمعاقبة الإرهاب الإيكولوجي. يرتقي الفكر الكامن وراء الإرهاب الإيكولوجي عن حركة البيئة الراديكالية التي اكتسبت شهرتها خلال ستينيات القرن العشرين. تستند الأفكار التي تطورت عن البيئة الراديكالية إلى الاعتقاد بأن الرأسمالية والمجتمع الأبوي والثورة الصناعية والابتكارات اللاحقة كانت مسؤولة عن هدم الطبيعة. تتميز البيئة الراديكالية أيضاً بالاعتقاد أن المجتمع البشري هو المسؤول عن استنزاف البيئة، بل وهو من سيدهور البيئة في نهاية المطاف إذا لم يوضع له رادع ما. يشترك الإرهابيون الإيكولوجيون في فكرة المركزية البيولوجية مع الإيكولوجيين المتقدمين، والتي تنص على الاعتقاد أن عنصر البشر هو مجرد عضو عادي في المجتمع البيولوجي، وأن جميع الكائنات الحية يجب أن تمتلك حقوقاً وتستحق الحماية بموجب القانون. يحفز بعض الإرهابيين الإيكولوجيين جوانب أخرى من البيئة المتقدمة، مثل هدف إعادة البيئة إلى حالتها الافتراضية، أي ما قبل مرحلة الأعمال الصناعية. وأنت، هل تؤيد هؤلاء الإيكولوجيين بتبريرهم العنف لحماية البيئة؟ إن أعجبك الفيديو ووددت مشاهدة المزيد، اضغط سبسكرايب وفولو، ولا تنسى دعمنا بلايك ومشاركتها مع أصدقائك.